الباب السابع والستون ومئة، باب استحباب طلب الرفقة وتأميرهم على أنفسهم واحدا يطيعونه. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن الناس يعلمون من الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحده. رواه البخاري. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراكب شيطان، والراكبان شيطانان، والثلاثة ركب. رواه أبو داود والترمذي والنسائي بأسانيد صحيحة. وقال الترمذي: حديث حسن. وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم. حديث حسن. رواه أبو داود بإسناد حسن. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الصحابة أربعة، وخير السرايا أربعمائة، وخير الجيوش أربعة آلاف، ولن يغلب اثنا عشر ألفا من قلة. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن.